شخصيا مع وعد بالقيام بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية. وأنا عايز أقول لكم هنا برضو في حواري مع الإعلاميين تكلمت على موضوع الإصلاح السياسي، وقلت هل هذا الموضوع كان في يعني كان في بالنا ولا لا، كنا نستهدفه ولا لا، عايزين نعمله ولا لا. لا طبعا، أنا على المستوى الشخصي كنت حريص على هذا الأمر، ولكن يمكن الأولويات كانت مأجلة الموضوع ده شوية. لكن دلوقتي أنا بقول إن إحنا بنطلقه وبنتيح الحوار والنقاش لكل القوة بدون استثناء أو تمييز، القوة السياسية بدون استثناء أو تمييز. وأيضا بعد ما يبقى فيه مخرجات معينة هذا الأمر يعرض على مجلس الشعب، على البرلمان آسف، وعلى مجلس الشيوخ عشان يبقى الإقرار أو القوانين المطلوبة أو مزيد من النقاش فيه يتم العمل عليه. احنا محتاجين نعمل ده دلوقتي بعد المرحلة اللي احنا عملناها لما قلنا ان الدولة المصرية خلاص احنا في اطلاق للجمهورية الجديدة، وبالتالي لابد ان يكون ده ضمن المفردات اللي احنا نتقدم بيها عند اعلان الجمهورية الجديدة. واتمنى التوفيق في هذا الامر. يعني تاسعا، قيام الحكومة بالاعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة. عاشرا، قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة. الحادي عشر، تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنويا ولمدة 4 سنوات. الثاني عشر، قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، ومن ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة، وذلك قبل نهاية هذا العام. الثالث عشر، استكمال سداد المديونية الخاصة لعدد 700 من الغارمين والغارمات المتواجدين في السجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم، والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديا. وفي نهاية حديثي وسط هذا الجمع الكريم الثري من أبناء شعب مصر العظيم، أؤكد لكم جميعا بأن هذا الوطن العزيز أقوى مما يتصور المتربصون به، وأغنى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا الغالية القوية التي تخطو خطواتها الأولى لتدشين الجمهورية الجديدة إنما هي قادرة على تخطي الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص. مصر الجديدة هي دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية. مصر التي خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة، وصنع مجدها سواعد أبنائها، وزرع لها الأمل فلاحوها، وأصنع لها المستقبل عمالها، وتشع بالنور ثقافة وفنا وعلما بعقول علمائها. مصر الوطن الذي تردد له وبه دائما. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية شكرا جزيلا. مرة تانية بشكركم، وأنا شايف الأستاذ حمدين أهلا وسهلا، وكل اللي موجودين براحة بيكم، كل سنة وانتم طيبين، وسعداء بوجودكم معانا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.